6/5/2022 تاريخ 6/5 نوقف جوا هذا البرج. اعتقد اليوم خميس. خليني اتاكد من الايام. على العموم اليوم 6/5/2022 هسه الساعة 10:59 صباحا العراق. هاي الغابة اتجول بيها وحدي. خليني اشوف شنو بالايام اليوم. ها اليوم جمعة. صدق جمعة اليوم. والله ولا ادري اليوم جمعة. اي جيت اقلب بالهاتف الثاني. هذا المكان شلون ورود زهير تتجول بغابات المانيا وحدها. انا اتجول بغابات العراق وحدي. يعني شلون تقول احب اعيش اللحظة وحدي، اكتشف العالم وحدي. حلوة ذا تتجول وحدك تكتشف نفسك، تكتشف مشاعرك، امكانياتك، احاسيسك، الحدث مالتك، نسبة الكبت اللي عندك تقدر تكتشفها اشقد، تقدر تكتشف الخطوط السلبية والايجابية اللي عندك اشقد. فانصح كل انسان يتمشى ويا نفسه، يصور نفسه، يحكي ويا نفسه بالكاميرا، سواء كان عندك كاميرا، سواء كان عندك هاتف محمول، سولف ويا نفسك، تطرح مواضيع على نفسك، انت تجاوب نفسك بنفسك، تسأل وتجاوب. اكتشف شكو شغلات عندك مدفونة اكتشفها. مفروض تكتشف نفسك. انا حبيت الفكرة اللي جاي يسويها ورود زهير العراقية اللي هاجرت الى المانيا. حبيت الفكرة مالتها، ويا ريت توصلون هذا الفيديو الى ورود زهير اللي هربت من العراق واللي عاشت حياتها. واتمنى التقي بيها، اتمنى اروح لالمانيا واصور وياها والتقي بيها واقعد وياها ايام ليالي واشهر. حبيت الفكره مال هاي البنيه بكل تفاصيلها. حبيت تفاصيل حياتها، حبيت اسلوبها، طريقه هروبها من العراق. واللي ما يعرف منو ورود زهير خليه يسال على ورود زهير منو. اوكي شوف هاي الغابات، يعني هي هاي تحتوي بس على شجر الكالبتوز او القلمطوز حسب ما يسمونه، يعني هي نوع واحد. يعني شوف نسبة التصحر اللي موجودة عندنا، يعني بدل ما يستفادون منها يسووها محمية او يسووها يعني فد مشروع اخر يفيدهم ويفيد البلد، نسبة التصحر بالعراق مو طبيعية. والبارحة كانت اكو ترابة بالعراق، تاريخ 5/5 صارت ترابة، يعني مصيبة. هواية عالم تأذت، هواية عالم تدمرت من هذا التراب اللي صار. يعني هسه لو اكو حاجز اشجار ما يصير هذا الدمار بالعراق، تتحول البيئة الى جحيم. اللي هنا واقول لكم باي باي. تابعوني على التيك توك، تابعوني على انستغرام، تابعوني على الفيسبوك، تابعوني على بيج الفيسبوك، تابعوني على اليوتيوب. طبعا عندي قناة على اليوتيوب صار لي سنين من سويت القناة، ولليوم اتوسل بيكم. انا محتواي رياضي ومغامرات عامة. قلت لكم يابا صعدوا قناتي على اليوتيوب، اريد افعل الارباح اليوتيوب حتى اشتري كاميرا. يعني خو ما اطلع اني واجازف، يعني انا هسه جاي امشي هنا وحدي.
يعني معرض الى اي شيء، لا ربما يطلع لي فد حيوان مفترس. هيك مره جيت وحدي امشي ناط طلع لي كلاب مفترسه وحدي، يعني ما كانت الكاميرا عندي موجوده، يعني ما كنت على لحق اشغل الكاميرا مال الموبايل حتى اصور لكم شنو اللي صار وياي. يعني جاي اجازف وجاي اصور وجاي انقل لكم وجاي اعيشكم اللحظه اللي انا عايشها، يابا محتواي مو فاشل ولا محتواي فاسد ولا سخيف، هذا محتواي جاي تشوفوه قدامكم. بس صعدوا القناة مالتي على اليوتيوب، وين ما تلقون الفيديو هذا راح اترك الرابط مال قناتي على اليوتيوب، ادعموا قناتي. قناتي هسه صاعدة تقريبا 551 مشترك، وهي صار لها سنين وناشر بها اكثر من 3000 فيديو. ليش المحتوى الفاشل يصعد والمحتوى الحلو والمحتوى الجيد ما يصعد؟ يعني انا هسه خلي عذرا من الالفاظ البذيئه، يعني هسه لو محتواي مثلا خلينا نقول رومانسي او سكسي او اباحي او غيره وغيره كان صعدت من زمان. احنا هم لنا حق عليكم وانتم لكم حق علينا، يعني مثل ما احنا جايين ننقل لكم ونصور ونقول لكم يابا تعالوا طلعوا زوروا هاي الاماكن وتعالوا شوفوا، مديروا بالكم علينا. اوكي اشتركوا بالقناه على اليوتيوب، وين ما اروح باي مكان باي زمان باي بلد اصور. واضح؟ تابعوني وتحياتي لكم، باي باي.